على الرغم من وجود أكثر من طبق وطني لألمانيا، إلا إن الزواغ بغاتن يعتبر هو الطبق الأشهر، واللي علشان نحضره هنحط على النار بصل وجزر ونزود لهم مية وخل وملح وفلفل وقرنفل وورق لورا ونسيبهم لحد لما يغلوا كويس جداً. بعدين هنسيبهم يبردوا ونحط فيهم اللحمة 3 أيام في التلاجة. بعد كده بنحمر اللحمة في زبدة ونرجعها تاني في التتبيل على النار لحد لما تستوي. وفي نفس الطاسة اللي حمرنا فيها اللحمة هنحمر دقيق في الزبدة ونزود لهم شوربة وزبيب لحد لما يبقى عندنا صوص كريمي لذيذ. وخليني أقول لكم إن الأسطورة بتقول إن الإمبراطور شارلمان اخترع الطبق ده في القرن التاسع كاستخدام ذكي لبواقي اللحوم. ودي كانت حكاية طبق ألمانيا من حكايات أطباق اليورو.